الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. طبعا هذا طلبي كثير، وأني من كرد أني كردي من كردستان العراق. سوينا واحد سكن في العلم كردستان الحبيبة المرة هكذا سويت، لأنه هو شمس ما يضرب على هذا الوجه كثير، او هو هم يعني صور صافية اني اخليها هكذا. وعلى مالتنا بصراحة كلش حلوة، نمبر ون ان ذا وول. هذا طبعا شباب، أنا جبت خريطة عليكم خاصة للكمبيوتر الضعيف. ورا هذا البث، ايش اسمه، ورا هذا الفيديو انزل الخريطة خاصة للكمبيوتر الضعيف. هذا الخريطة أنا موجودة هنا هسه حاليا بها. شباب زين، عمري الله قالي برا، قالي خشكو براد من عزيز. نروح فوق هكذا، السقف ماله هذا القلب. شو تسوي قدام الشاحنة؟ ما تدري عم ايش بيك انت. علي من قناة الألعاب والترفيه. علي بعدين إن شاء الله أني أسوي سكن سوري علي، خاصة علي نشر لقناته. أنا ما أنشر الشباب السكن العربان السورية، عندنا علي الصديق العزيز هو سوري، مو كردي سوري، سوري عربي هو علي. هذا خبرة كلهم علي أعطاني، هذا من سوريا. انا اسوي فيديو وسكن السوري هو علي نشر بقناته. يلا حبايب قلبي، لا تنسوا لايك والاشتراك، دعمنا بالقناة. لا تسوون تفرقة، لا تقول هذا سكن كردي ما بعطي لايك وهذا سكن عربي. زين، نحنا كلنا واحد المسلمون. يلا حبايب قلبي، في مال الله.